نرجع لضيفتنا، ولا كنا عم نحكي عن الصحة النفسية، نحن اليوم كيف قادرين نتجاوز هي المرحلة بأقل الخسائر؟ كيف نحن قادرين نتعامل مع طفل شاف بعينه وسمع، شاف صور، شاف الموت، شاف الخوف بعيون أهله؟ هدول المعلومات وغيرهم حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم، الأخصائية الإرشاد النفسي رند النضر. حضرتك ارشاد نفسي، صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك يا رب، صباح كل السوريين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نعرف شو مقصود اليوم الصحه النفسيه، وخصوصا بعد وقوع كارثه الزلزال. تمام. هلا الصحه النفسيه هي حاله من الرفاه النفسي بيتمكن فيها الشخص من انه يواجه ضغوط الحياه اليوميه والمشكلات اللي عم تواجهه، طبعا كمان انه بتساعده انه ينمي قدراته ويتصرف ويعمل بشكل صحيح بالحياه. هلا طبعا بعد الكارثه، هي الكارثه هي حدث مفاجئ مثل ما شفنا، ادى لخسائر بالنواحي الافراد، بالنواحي الموارد، بالناحيه البيئه. طبعا وهو هون بيصير تعطل عنا بناحيه المجتمع، انه هو غير قادر انه بامكاناته وقدراته انه يتعامل مع هذا الحدث المفاجئ، وطبعا هذا الحدث هون له اثاره النفسيه الكبيره على الافراد. طيب ست رند، ذكرتي انه حيكون في له اثار نفسيه، نحن لنقدر نميز انه اليوم هذا الشخص بلشت عنده هي الاثار وبلشت اليوم النتائج الصدمه اللي عاشها تظهر عليه، اكيد في مظاهر وفي اعراض، يعني نحن من خلال قادرين اليوم نشخص انه هو بلش يفوت ان كان برد فعلي او بحاله نفسيه. تمام. هلا بعد الحدث هذا الصادم اللي تعرضوا له الافراد، هو طبيعي نحن هلا يمر الافراد عنا بمراحل او خلينا نقول باعراض هي طبيعيه جدا انه يشعروا فيها، هي بنسميها ردود فعل نفسيه بعد الحدث الصادم. هي الردود عنا ردود فعل بتكون عنا من الناحيه العاطفيه، من الناحيه المعرفيه، ومن الناحيه الجسديه. هلا من الناحيه العاطفيه بصير في عنا مشاعر الخوف، طبعا هذا الشيء طبيعي، مشاعر كمان عنا الغضب، في عنا الحزن، في عنا كمان في بعض الاشخاص بتصيبهم حاله من انه هن ما عم يعرفوا يحددوا شعورهم، بيقولوا لك انه مثلا انا ما عم حس باي شيء، ما عندي اي شعور تجاه اللي شيء صار، او ممكن اشخاص عم يعني تنتاون عديد من المشاعر وهن مو قادرين انه حتى يوصلوا الشعور اللي هن عم يحسوا فيه. هلا من الناحيه مثلا في عنا المعرفيه بصير في عنا لوم للنفس، في عنا كثير خصوصا بنلاقيها عند الناجين بانه كان الحق علي، كان لازم اعمل شيء، كان بامكاني اعمل واحمي هذا الشخص من انه يصيبه اي شيء، في بصير عنا هذا اللوم النفس، بصير في عنا ارتباك، ضعف التركيز، نسيان، تشتت انتباه، كمان في عنا بصير في عنا بنلاحظها انه صعوبه باتخاذ القرارات، بيواجهوا صعوبه انه نحن شو لازم نعمل، شو لازم نتصرف، شو الحل، كمان هي بصير في صعوبه فيها. من الناحيه الجسديه في عنا هي ردود فعل فيزيولوجيه بتصير، في عنا التوتر، التعب، الارهاق، صعوبه بالنوم، الكوابيس، في عنا كمان ضعف الشهيه، في عنا كمان زياده ضربات القلب، فهي كلها ردود فعل فيزيولوجيه طبيعيه، وهدول الردود الثلاثه هن طبيعي جدا يمر فيهم الشخص. طبعا لفتره معينه الزمن هي بتكون لحدود الشهر، طبعا اذا زادت هون نحن بصير بقصه ثانيه عندنا، بس في نقطه مهمه بدي احكيها كمان انه نحن بنلاحظ في ردود فعل عند الاطفال، ممكن الاطفال يلاحظون انه بصير في عندهم نوع من العزله، بصير في عندهم ما عاد حابين لا ياكلوا ولا يشربوا، اذا كانوا يحبوا يلعبوا مثلا ما عاد يحبوا يلعبوا، عندهم كمان اضطراب ممكن يصير بالنوم. هلا في هون نقطتين بدي احكيهم، انه هون نحن بدنا ننتبه على الطفل، اذا ظهر عنده هي الاعراض فهون نحن بحاجه تدخل نفسي، لانه هذا الطفل هو ما عم يقدر يتعامل بشكل طبيعي مع الحدث الصادم اللي تعرض له. من هي الأعراض هي أنه بصير بفكر بشكل مستمر بالموت، بصير عنده اضطراب بالنوم، ما عم يحسن ينام، ما عاد يروح على المدرسه، بصير في عنده سلبيه حول نفسه وحول الاخرين، بصير انه هو مثلا انا انسان سيء، انا مثلا انه ليش هيك عم يصير فيني، انا لاني ماني منيح مثلا، ممكن كمان يصير انه ما عاد عنده ثقه بالاخرين، ما عاد عنده ثقه بالحياه، انه ما عاد انه ما في امان، فبنلاحظ عنده هي النوع من السلبيه بتكون، فهون نحن بحاجه انه تدخل نفسي متخصص معه. طيب رند، اليوم نحن اذا بدنا نحكي من تاريخ 6 شباط حوالي 14 يوم مرق على الكارثة الزلزال، شو الأعراض النفسية اليوم لازم أو يعني ما نصح تكون بعدها موجودة عند الأشخاص؟ في أعراض ممكن أكيد بدها تستمر، ونحن نعرف الاستجابة النفسية أو القدرة أو قدرة الاستحمال عند الأشخاص هي بتختلف من شخص إلى آخر، فشو هي الأعراض اليوم إذا بعدها مستمرة لهذا اليوم فهو دليل إنه شخص لا هون صار بده تدخل معين لحدا يقدر يساعده، يعني يتخلص من حالة الصدمة اللي وقع تحتها. تمام. هلا المعيار الأساسي حتى نحن نعرف هو عنا الوقت والشدة. هلأ إذا زادت الأعراض بعد مدة شهر، صارت تزداد أكثر، صار في عنا مثلا نوع دائما بصير عم يصير ذكريات
يعني مزعجه للحدث اللي صار. في عنا احلام مزعجه، صار في عنا احيانا، خلينا نقول هي الاعراض، يعني انه صار في عنا تعطل بالاداء المهني، بالاداء الوظيفي، ما عاد يحسن مثلا يمارس حياته اليوميه، صار في عنا مثلا نوع من الكوابيس، صار في عنا في شيء بنسميه ومضات الذاكره، انه الفرد يعني بيسترجع الحدث اللي مر فيه وبيحس فيه وبتظهر عليه الاعراض كانه هلا عم يصير قدامه. اذا استمرت الاعراض الفيزيولوجيه وصارت تزداد اكثر، بصير كمان في عنا نوع من السلوك التجنبي، بانه هو ما عاد بده لا يحكي شيء عن الموضوع ولا عاد بده يتذكر اي شيء، نوع من التجنب مشان هو ما يرجع يستذكر. يعني صار في عنا هون نوع انه ما بده يصير المشاعر السلبيه الموجوده عنده. كمان في عنا نقطه انه بصير عنده تجنب لعوامل خارجيه، مثل انه ما عاد بده يروح لهذا المكان، لا بده يسمع اسم المنطقه، لا عاد بده يشوف اشخاص يذكروا، فانه هو صار عم يتجنب كل شيء، رفض تماما انه لاي شيء بذكره بهذا الحدث. كمان في عنا على الناحيه المعرفيه والمزاجيه بصير في عنا تغيرات، بصير في عنا دائما بصير عنده نسيان، بصير بينسى اجزاء مهمه من الحدث، بيقول انا كيف نسيت هي النقطه المهمه اللي صارت معي. بصير في عنده كمان افكار سلبيه، معتقدات سلبيه حتى، بصير انه انا سيء، بصير في عنده شعور بالذنب، انه انا مذنب لاني انا نجيت وهن الباقي مثلا ما نجوا، بصير عنده لوم للنفس، بصير في عنده كمان المشاعر السلبيه مستمره، دائما عنده الحزن مستمر، الغضب مستمر، بصير في عنده ما له قدران ابدا يصير عنده مشاعر ايجابيه، لا انه تفاؤل، لا رضا، لا سعاده، بصير دائما هو بشكل سلبي. كمان في عنده بصير عنده اضطراب مستمر بالنوم مع عمي حسين. كمان في عنده بصير خلينا نقول بتأثر كمان عنا ناحية الأكل. وكمان في عنا إذا صهرت عنا أعراض تانية، صار في عنا مثلا حالة بالتفكير بالموت، محاولات انتحار، أو خلينا نقول تفكير بالانتحار جدي. إمتى واحد وصل لهي المرحلة؟ هلا هون هي نتيجة إنه هو طبعا ترجع لعوامل النفسية، إنه هو غير قادر يتعامل ويتكيف مع الأزمة اللي هو يتعرض لها، فبحس بالإحباط نتيجة إنه ما في تدخلات معه، الضغوط المستمرة، ما حاس بالأمان، أهم الشيء الأمان إنه هو يشعر فيه. فإذا فقد عدة عوامل مثل فقد عائلته، فقد حياته، فقد عمله، فقد عدة أمور مهمة بحياته، فهون ممكن بعض الأشخاص تصير تفكر بالانتحار وإنهاء حياته، فكرة أنه ممكن أنه لأنه هي مو قادرة تتحمل. طيب خلينا نحكي اليوم عن الأطفال اللي هنن كانوا للأسف في الحلقة الأضعف ضمن الظروف اللي عم نعيشها، كان من سنوات وإن كان ضمن الكارثة. شفنا مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا أطفال انشالوا من تحت الأنقاض، شفنا أطفال عاشوا ساعات وفي أيام يعني وطلعوا، يعني رب العالمين عطاهم كاتب لهم هذا العمر. شفنا أطفال عاشوا هروب أهلهم وشافوا صور الأبنية كيف عم تنزل، فهدول الأطفال لهم يعني معاملة خاصة وحيطلعوا بأثار سلبية نفسية كتير صعبة عليهم. اليوم كيف دور الأهل؟ نحن شو قادرين نقدم لهم كطب نفسي، كأهل، كتشاركية حتى بالمدرسة؟ تماما. هلأ نحن دائما بنوجه الأهل أنه الطفل بده أول شيء إذا طلب معلومات حول الشيء اللي صار نحكي له، نستمع له، نشوف شو رأيه. إذا حاول يحكي بده يحكي عن الشيء اللي هو شافه، نخليه يحكي، نسمع مشاعره، ونشجع أو خلينا نقول إن نعترف بهالمشاعر. في كتير من الأهالي إذا الطفل إجا حكى خايف بيقول أنت ليش تخاف، ما في شيء مثلا، حتى اقل شيء انه هو الشعور بينكره تماما، انه ما بصير تبكي، ما بصير تعمل. ممكن لا، نحن بنقول له انت الشيء اللي مرقت فيه طبيعي يخليك تخاف، طبيعي انك انت تبكي، بس هلا انت المهم انك بخير، انت بامان. فنرجع كمان نحن نعزز جانب الطمانينه انه هلا هو بامان. كمان في نقطه كثير مهمه انه الاهالي ما تتداول احاديث او فيديوهات او شيء قدام الطفل تزيد كمان المشاعر الخوف عنده، لانه الطفل هو بالاصل مفتقد للامان، فنحن بدنا نعزز عنده شعور الامان من خلال انه نحن نخليه يفرغ بالكلام، من خلال انشطه. كمان هلا بتصير في عنا انشطه نفسيه تخصصيه ممكن تكون هي تهدف الى انه مثلا تفريغ عند الطفل، انه من خلال اللعب، من خلال انشطه ثانيه، انه هي كمان بتساعده. كمان كالاهل انه نحن وقت الطفل يحكي نحترم رايه، نسمعه. هو عم يحكي نسمعه تماما، نصغي له، ننظر له، انه نحن نتفهمه، نحترم رايه، نطمئنه، وما نسأله لفظيا. في كثير احيانا مثلا الاهل بقدر انه هن بيكونوا عايشين هالحاله من الضغط وهن متوترين، بس اذا الطفل هو لجأ لهم لحتى يلاقي الأمان عندهم، وهن قابلوه مثلا خلينا نقول بالإساءة أو أنه روح هلأ نحن مو فاضيين نسمعك، لا اسكت حاجة تبكي، فهو حتزداد عنده المشكلة، وهون عنا بحاجة يعني أنه نحن بدل ما نكون خففنا المشكلة نحن عم نزيدها. طيب خلينا نحكي اليوم عن ردود الفعل النفسية ونرجع نأكد عليها. أكيد الأشخاص يلي تعرضوا لوقع الزلزال، اللي شافوا الأبنية مهدمة، أو لا سمح الله خسروا حدا من عائلتهم، أو هن يعني بيتهم راح تكون يعني
تقبل للزلزال وتذكر لهي الاحداث مختلف عن الاشخاص اللي شوي بعد باماكن ثانيه. بدي انا ركز على الاشخاص اللي هنن بعاد، صار في حاله مثل حالة هلع إذا بدنا نقول، في أشخاص بتلاقيهم لهلا عم يتبعوا أخبار الزلزال وين بأي متنبئ وين بأي بلد عم يذكر موضوع الزلزال، بتلاقيهم ناطرين حتى صاروا صاروا يخافوا فعليا رشاد، في أشخاص يروحوا يناموا. صحيح. يعني هدول الاشخاص كيف ممكن يطلعوا من هي الحاله؟ تمام، طبيعي مثل ما ذكرتي انه الشغلات الحالات اللي هلا عم يمروا فيها، طبيعي يصير في عنا حالات القلق، هلا اضطرابات الهلع، كمان في عنا اضطراب الشده مع بعض الصدمه. هلا اضطراب الشده مع بعض الصدمه مثل ما حكينا انه هو لبعد شهر من من هالحدث اللي صار. طبعا هلا هن كيف ممكن يتعاملوا؟ بانه بدايه ما يتم تداول معلومات خاطئه ويزيدوها، الانترنت هو خلينا نقول وسيله انه نحن عم نزيد القلق فيه ما عم نخففه. ممكن نحن نمارس تمارين استرخاء شوي او ضبط التنفس حتى نخفف من التوتر الموجود عنا، نفكر حتى نحن بنوجه الاهالي انه نفكر هلا نحن بهذا اليوم انا شو عندي مهام، شو عندي مسؤوليات، شو عندي شغلات اولويه انا اعملها، ما يضل انه نتيجه الضغوط المستمره، الضغوط بالكارثه اللي صارت انه بصير هون في عنا قلق مستمر انه انا شو بدي اعمل، ضياع حالي من الضياع. فنحن بنصير بنبلش بس ترتيب شوي انه انا كل يوم بيوم انا شو ممكن اعمل وساوي. كمان نحن اذا لقينا في صار حاله انه مثلا الاضطراب مثلا من القلق ولا كان الهلع صار عنا عم يعطل الحياة انه انا ما عاد اقدر اطلع مثلا ولا اعمل شيء، هون احنا بنرجح لخدمات تخصصية نفسية، احنا بنروح ممكن نراجع طبيب نفسي، نراجع اخصائي نفسي لحتى ممكن يصير في تعامل خاص حسب الحالة ووضع خطة انه مناسبة له. طبعا كمان في عنا خلينا نقول نفكر نحاول المساعدة او المساندة، نساند بعضنا. نعم. هي كثير لها دور كثير كبير بانه نحن يصير في تجاوز للأزمة، هالاشخاص اللي تضررت وقت بصير في نوع من التساعد والمساندة بين بعضهم، انه هذا الشيء بيخلي عندهم مشاعر إيجابية، بيخلي عندهم أنه تقوية المشاعر الروحية حتى أنه هذا الشيء بيقويهم. طيب ران، خلينا نحكي اليوم عن الطب النفسي. وقت اليوم الشخص بيضطر يلجأ للطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي، قديه اليوم مهم تفريغ التراكمات اللي صارت خلال المرحلة الماضية؟ واليوم ممكن اليوم الشخص يروح للمهدئات للمنومات ليقدر مثلا يتجاوز هاي الفترة؟ وهل ممكن يروح لموضوع الإدمان إذا بلش فيها؟ تماما. هلا بدايه انه كثير مهم نحن من الاشخاص يكون في عندهم الوعي الكافي انه يطلبوا الخدمات النفسيه. هلا هي هن بيلجأوا للخدمات النفسيه او سواء كان طبيب نفسي ولا كان اخصائي نفسي، فهو بيساعده انه هذا الشيء يواجه بدايه مواجهه الشيء اللي هو عاشه، يفرغ يخفف الضغوط اللي حاملها، اكيد طبعا انه هو مكان امن اللي عم يحكي فيه، فهذا الشيء بيساعده انه يقوي انه قدراته النفسيه انه هو يتعامل مع الازمه اللي هو عايشها. هلا في حال هو ما لجأ للخدمات التخصصيه وصار هو مثلا عم يحكي لهون ويحكي لهون، الناس بتزيد على بعض، احيانا ممكن ما يتلقى الدعم المناسب. نعم. فهون نحن بصير في عندنا حاله ممكن من الاحباط، ممكن يتطور المشكله اللي هي عنده، تصير في عندنا اضطراب نفسي، ممكن بعض الاشخاص تصير في عندها مثل ما قلتي نوع من تعاطي المواد. هلا هون نقطه كثير مهمه انه نحن بنركز انه لازم يطلبوا خدمات التخصصيه، لانه في عندنا مثلا اشخاص هلا هي نتيجه الحدث اللي صار ممكن يتطور عندها لهذا الشيء لاضطراب نفسي، في اشخاص ممكن تتعامل بشكل طبيعي، في اشخاص كان مثلا قبل الحدث في عندها اضطراب نفسي وتعافت منه لكن نتيجه الحادثه اللي صارت صار في عندها نكس تماما، فهي هون بحاجه ترجع لاخصائي نفسي. وفي اشخاص كان عندها مشكلات نفسيه، ضغوط كثير بحياتها، ما قدران تتعامل معها، فاجت حادثه الزلزال عملت هي الضغوط استرجاع بيت لكل شيء يعني تماما، فهون بصير انه عندها زياده، ممكن توصل الشخص لحد الاضطراب النفسي. فمشان هيك نحن بحاجه انه اول باول انه انا حسيت حالي في تاثر بنواحي حياتي، في عندي ضغوط، في عندي هي، انا الجا للخدمات النفسيه لحتى هذا الشيء يساعدني اني انا اتجاوز الشيء اللي انا عم بمر فيه او الضغوط. ان شاء الله هيك نقول الصحه والسلامه للجميع وتمرق هاي الفتره على الكل. يعني نحن كمان اليوم وحتى لو كنا بعيدين عن مناطق المنكوبة ولكن عشنا الحدث، عشنا الخوف، مرقت كانت ساعات كتير صعبة علينا، وعم نشوف نحن خاصة يوم القطاع الإعلامي عم يواكب لحظة بلحظة الصور الفيديوهات. يعني كمان نحن اليوم بحاجة لهي الراحة النفسية. إن شاء الله يا رب تمرق هالفترة بخير وسلامة، ونشكر حضورك لليوم. شكراً. شكراً لكم، ويا رب هيك ترجع سوريا هيك آمنة سالمة يا رب، والأمان والخير على الجميع يا رب.